وتدفق المواطنون لتهنئة قائدهم المؤمن، وأحاطت القلوب بحب كبير الأب البار والرائد المظفر الذي قاد شعبه النبيل بإيمان ووعي وإرادة حرة، فارتقى به مدارج العز والسودد، وتوج جبينه بغار النصر المبين. وتوجه موكب القائد وسط مشاعر الفرحة والابتهاج، وفي معيته السامية أصحاب السمو والمعالي الوزراء إلى قصر الحصن العامر، تحيط به جموع الشعب مواكبة وسط الأهازيج والفرحة. جالت السلطان المفدى إلى ميدان 23 يوليو أمام قصر الحصن العامر. I'm